بكل اللي عشت معاهم، ازاي مش مؤمن بحاجة اسمها قدوة؟ ما بتصدقش في القدوة. ومش هصدق عمري، لاني مش عايز ابقى زي حد. يعني كل واحد فينا غير التاني، فما فيش حاجه اسمها قدوه. انا مش مقتنع. ولا تقتدي بحد في شيء؟ لا خالص، لان كل واحد دي شخصيته، ما ينفعش حد يبقى زي التاني. وما ينفعش حد يقلد حد او يقول انا عايز ابقى زي فلان او لا. انا ضد ده في كل حاجه في حياتي. حبيت الوحده ولا اتعلمت تتعايش معاها؟ هو انا مش وحيد خالص. قصدي انك عايش لوحدك، مش متزوج، ما عندكش اطفال. مش حاسس. حبيتها ولا متعايش؟ متعايش. حبيتها. لا لا، حبيتها طبعا. ده السؤال. حبيتها. بتحب تعيش مع شريف؟ جدا. مرتاح في العيشه مع شريف؟ جدا جدا. هدوء. شريف تحب الناس بعد عمر طويل جدا باذن الله. يقولوا عنك ايه لما يفتكروك؟ يقولوا ايه؟ يوصفوك ازاي؟ ده كان بشوش. احب يتقال عليا كده. بس البشاشه. انا احب ابقى مبتسم في وش الناس، حتى اللي يحبوني وبيحبوني. احب ابقى ماشي، واحب ابقى يعني بتبسط جدا لما بسافر بره وتلاقي الناس ماشيه على الرصيف وما يعرفوش بعض. بونجور. حلوه. بيعجبك ده؟ لينكش. صدقه. الابتسامه دي صدقه. حقيقي حقيقي. عندك أمنية ما تحققتش وفات أوانها؟ لا خالص. ولا أمنية واحدة؟ خالص. بصي، أنا عندي أمنية عامة خاصة ببلدنا. وأنا بغير على بلدنا زيادة شوية لدرجة أنا ممكن ساعات أبقى عنصري. فأنا عايز أشوف بلدي أحسن حاجة. بغير لما أروح في أي مكان أو أتفرج على أي حاجة موجودة في أي حتة ولقيها مش موجودة عندنا أو بغير. فأكتر حاجة نفسي أشوف مصر بلدنا في أحسن حال دايما. بس يا رب يا رب. مونولوج النهاية. هتقول كلمتين من قلبك وبمنتهى الصدق على المسرح. حلو قوي الجمهور اللي قاعد. حلو قوي انهم كلهم قاعدين في الصمت وهدوء عشان يسمعوا الكلام اللي هقوله. والناس كمان اللي قاعدين في البيت دلوقتي، يا ريت تسمعوا كلمتين كده من واحد عنده شويه خبره في الحياه. من شويه هي سالتني مين قدوتك؟ قلت لها انا ماليش قدوه. انا مقتنع بحاجه، كل واحد فينا عنده بصمه في صوابعه اللي بنعمل بيها الفيش والتشبيه. مفيش واحد زي التاني. أنا مقتنع إن زي ما عندنا بصمة في إيدينا، عندنا بصمة أقوى منها بكتير في مخنا. كل واحد ليه شخصية منفردة. مش هينفع حد يبقى زي حد أو شبه حد أو يقلد حد. ربنا خلق كل واحد فينا منفرد عن الآخر، في شكله، في طباعه، في إحساسه. واللي بشوفه ان احنا المفروض نحترم ده، نحترم بعض، نحترم اختلافنا. حتى الواحد يحترم الشكل والهيئه اللي ربنا خلقه بيها. حتى لو الهيئه او الشكل اللي ربنا خلقني بيه بعض الناس شايفينه ان هو مش حلو، انا لما هبص في المرايه هقول الله شكرا يا رب، خلقتني مختلف منفرد ماليش مثيل. كل واحد فينا ملوش مثيل، ودي حاجة حلوة قوي إن إحنا نحط نفسنا في قالب ونقفل على نفسنا ونبقى قوالب قوالب قوالب. أنا بشوف إن ده حاجة مش ذكاء مننا، إن الواحد يقعد يكتشف إمكانياته وقدراته. هو ده الشخص الذكي اللي بيقدر يعيش في الحياة وهو مبسوط وراضي، والرضا ده بيعمل له سلام داخلي، وده أحلى حاجة في الدنيا. يا رب دايماً كلكم يبقى عندكم سلام داخلي ورضا. شكراً ليكم.
اشترك في باقات واتشت الشهرية من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.